انا عايز اسال حضرتك سؤال الاول قبل ما تنقلني بقى ليوم الاتحاديه واللي حصل يوم الاتحاديه والمشاكل. الرئيس رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي اكيد في الطلعه وفي النازله دخوله خروجه من المنزل بيتصادف انك تكون موجود بتؤمن هذا. انا جميع الصلوات حضرتها معاه لان طبعا اول ما سيادته انتخب كان في شهر رمضان وكان في صلاه القيام فما فيش اي تحرك ما كنتش موجود معاه فيه. بتتحرك معاه للصلوات؟ اه طبعا الصلوات وصلاه الفجر، لكن اي تحرك تاني بقى رايح للاتحاديه او كده ماليش علاقه بيه، في ناس اخرين مربوط بيهم الكلام ده، لكن انا كانت الاضافه الوحيده اللي هي فوق المنزل تحركه لصلاه الفجر تحديدا اتحرك معاه بتعليمات. معلش برضو عايز اقول وقع ان برضو من الحاجات اللي حطيتها في الاعتبار ان لما خدت الراحه ونزل ضابط بديل ما صلاش الفجر مع السيد رئيس الجمهوريه وحقق معاه ليه ما صلاش الفجر، فقال في التحقيق والكلام ده على لسانه هو، واتصل بيا بالتليفون وقال لي هذا الكلام، ان هو مش منوط بيه انه يصلي الفجر مع الرئيس، وانه سئل طب العميد طارق جوهري المسؤول الاصلي عن منزل الرئيس واخد تعليمات بكده، راح يقول لهم في المحضر اصل طارق جوهري اخواني. اصل طارق الجوهري اخواني. وطبعا انا واخد تعليمات من القياده الامنيه بتاعتي، واخد تعليمات صحيح ما كانتش تعليمات كتابه، لكن قال لي ان انت منوط بيك انك تتحرك مع السيد الرئيس وانت المسؤول عن صلاه الفجر وانت المسؤول عن خاصه ان الرئيس بيصلي في المسجد المجاور للمنزل. لا الرئيس في اربع خمس مساجد في التجمع الخامس. في التجمع الخامس لكن كلهم في اطار التجمع الخامس يعني. اكلم حضرتك على موضوع يوم قصر الاتحاديه. اه اتفضل بقى موضوع قصر الاتحاديه. اليوم ده طبعا كلنا عارفينه ان الامن انسحب ما كانش موجود، قنوات كلها اللي مستهدفها السيد الرئيس اوحت للدنيا كلها ان الرئيس بينهار وان المؤسسه بتنهار وان الرئيس خلاص والشرطه انسحبت، وقعدوا طبعا دي الحاله نادره جدا من الحالات اللي القنوات دي مدحت فيها في الشرطه، وقعدت تقول الشرطه لاول مره والشرطه خلاص ومش باينين في الصوره، وطبعا الضابط اللي موجود في امريكا ده ما اعرفش اسمه عمر ايه ولا ايه راح قاعد يقول على القنوات الفضائيه الملعب فاضي، يلا اتفضلوا الملعب فاضي انتم مستنيين ايه، خشوا الراجل الناس مجهزين لكم الراجل جوه خشوا جوه زي فانا نازل جون حطوا جون. فانا نازل من بيتي اصلا ربنا وحده يعلم حالتي النفسيه عامله ايه، بس برضه مش هتخيل اللي هيحصل ده ابدا، لاني مهما كانت الحوارات بيني وبين الضباط برضه عمرها ما خرجت عن المألوف. اول مجرد ما بركن عربيتي قدام بيت الرئيس طبعا كان في عدد من الضباط اكتر من العدد المنوط بيه عشان تعزيز الخدمه، لاني جت معلومه ان الناس هتتحرك من الاتحاديه تيجي عند البيت، فكان ما بدل يبقى اربع الى خمس ضباط موجودين معايا. كان الحرس الجمهوري موجود. الحرس الجمهوري موجود على طول. نزلت من العربيه فوجئت الثلاث ضباط على تحت منزل الرئيس مباشره حتى مش على الرصيف الثاني، ولسه بحط رجلي لقيت واحد فين بيقول لي الراجل بتاعك، طبعا من اول هنا هتبدا الالفاظ تتغير، مش هو الكلام مش هو الحوارات الراجل بتاعك كلها لحظات ولا نص ساعه بكثير وهيبقى في السجن انت وهو، طبعا ملازم اول يقول للعميد هذا الكلام ملازم اول بهذا التجرؤ شيء رهيب. فما بقتش مصدق فوجئت بالضابط الثاني اللي وراه نفس الكلام القتله مش هو ده اللي قتل مش هو ده اللي حرق القاهره؟ قلت له الدكتور مرسي حرق القاهره؟ اه اللي حرق القاهره الاول. طبعا لقيت كلام مش مفهوم اي كلام في اي كلام، بس لقيت تجرؤ غير عادي، ومع ذلك تجاوزت عن الكلام ده كله، قلت ضباط صغيره واكيد هيفهموا الوضع واكيد اللي كانوا موجودين وبيتكلموا هذا الكلام اقل من حضرتك رتبه. ملازم اول الاثنين ملازمين اول والاثنين ملازمين اوائل حداث يعني كانوا ملازمين وترقوا الى ملازم اول، لكن كل ده برضه مش مشكله، المشكله اللي هتبدا تحصل ان انا قعدت التزمت القعاد جنب القيادات الامنيه اللي معايا اتنين اقدم مني، فوجئت بمفتش المباحث وهو ده بقى المسؤول وهي دي الخطوره بقى وهو ده اللي استشعرت ساعتها الخطر على رئيس الجمهوريه، فوجئت بيه نازل من العربيه مندفع ابن شتيمه بافظع الاسباب نص ساعه بالظبط وهيترمي في السجون، يا دي اشكال رئاسه. طيب انا عايز ده كان امتى التاريخ ده بالظبط؟ يوم وقعه الاتحاديه اللي هي كانت يوم تلات اعتقد انا متذكر كان يوم تلات اللي هو حصل اشتباك عند قصر الاتحاديه ما بين او واحد تاني ماسك الجهاز 12 واحد قتل 12 واحد على جهازه، طب انا معايا جهاز ونازل بجهاز من البيت ما سمعتش ال 12 واحد ولا سمعت الكلام اللي هو معايا جهاز بالجهاز مثلا بتاعي، فطبعا شحن غير عادي، لكن المشكله برضو مش عايزه دي، لكن المشكله في مفتش المباحث لان احد ردود الافعال بسبب تصرفه اللي حصل الضابط المنوط بيه يقف عند احد عند شارع ال 70 مع ال 90 لقيته جاي جري بقى، طبعا شايف الراجل المسؤول بيقول كده
وراح الناس عماله تعدي عليا وانا بقول لهم ويقولوا لي انتوا لسه بتحموا الراجل ده؟ قلت لهم بنحمي ايه؟ لموا بس شويه حلوين كده وتعالوا تعالوا اطلعوا جيبوه من فوق. طبعا دي ردود افعال سريعه لتصرف مفتش المباحث لان ده راجل مسؤول. وانا لما قريت على الموقع لقيت الاستاذ احمد عبد العليم بيقول ان القياده الامنيه انا قلت انها رفضت الشهاده وانا ما قلتش هذه الجزئيه قد يكون فيها من الاستاذ احمد غلط. انا صحيح استشهدت بيه. انا طبعا نسيت ابلغ حضرتك ان في هذا التوقيت في ساعتها اتصلت بالحرس الخاص بالسيد رئيس الجمهوريه اللي احنا بننسق معاه الخدمات وقلت له انا هاخد اجراء مع الضباط دي. الضباط بترتكب جرائم تحت بيت الرئيس، ما كانش طبعا الرئيس موجود ولا كان الحرس موجودين، كانوا في الاتحاديه غالبا. وقلت له صوت الرئيس موجوده؟ كان زوجه الرئيس وابنه كانوا موجودين. فوقفت قدامه قلت لهم انا هاخد موقف وهاخد اجراء واللي مرتكب ده جريمه ومش هسكت. فلقيت في ساعتها الكلام ده بعته في رساله للحرس فلقيته رصد عليا السيد مقدم الحرس يعني الخاص، فلقيته بيكلمني وبيقول لي تمالك اعصابك. ده طبعا بعيدا عن الحرس الجمهوري تماما، المقدم الحرس الخاص ما هو بيلبس ملكي مع السيد الرئيس قد يكون حرس جمهوري. لا مش بتكلم على الحرس الخاص، انا بتكلم ان كل خلاف اللي حصل بينك وما بين الضباط الملازم اول والملازم اول الاخر كان ده كله بعيدا عن الحرس الجمهوري، ده بينكم كداخليه. كلنا داخليه في داخليه. فكلمت الحرس قلت له الوضع في منتهى الخطوره واتوسل اليك الرئيس ما يباتش النهارده. طبعا الرئيس من يوم انا ما مسكت المنزل ما فيش ولا مره ما باتش في بيته، كان ده اول يوم ما باتش في بيته. طبعا انا ما بربطش بين الرساله اللي بعتها للحرس وبين عدم ما بيته، قد يكون يعني توقع منه ملوش علاقه ثانيه او امنيه اخرى، لكن كنت سعيد جدا وكنت فرحان جدا انه ما باتش لاني انا شامم ريحه. مجموعه من الضباط قالوا للناس اتجمعوا وتعالوا نطلعكم. هو اللي جه قلبه بقه كده واحنا واقفين، قال للضباط الناس معديه وبتقول لي انت لسه بتحمل الراجل ده؟ قلت لهم بس لموا عدد حلو كده وتعالوا نطلع هنجيبه احنا كل ده احنا معاكم. الكلام ده انت نقلته للقياده الامنيه؟ قال لي بعديها بقى الحرس الخاص طبعا لا لما كلمته قال لي تمالك اعصابك لو وصل الامر انك تمشي وتسيب الخدمه تمشي بقدر الامكان، ما يحصلش اي تشاحن بينك ولا اشتباكات بينك وبين الضباط. وبعد 10 دقايق كلمني تاني وقال لي اكتب لي كل حاجه في تعليمات، اكتب لي كل حاجه حصلت بالاسماء اللي حصل وتسيبها لي وانا هنسق معاك الطريقه اللي هاخد بيها المذكره دي، بس تكتبها لي بكل. فانا كتبت كل حاجه واستشهدت بالقياده الامنيه اللي حصل، لان كان معايا 2 من القياده الامنيه اللي اقدم مني. وكنت برضو يعني ما قلتش انه ما شهدش، لكن انا كنت زعلان جدا من القياده الامنيه الاقدم، ان في عرف موجود عندنا كضباط سواء في الشرطه او في الجيش ان مجموعه رتب مختلفه قاعده، ففي واحد تجاوز فاللي هيتصدى ليه هي الرتبه الاكبر، والا هتبقى فوضى لو انا همسك في ده وده، لابد ان اللي بيتصدى ليه الرتبه الاكبر. فانا ما كنتش عارف ليه السيد اللواء رغم ان انا بحترمه جدا ورغم انه ساب الملازم اول يعني يتكلم ده ساب كتير. لا مش ملازم اول بقى، ده الملازم اول ده ساب مفتش المباحث اللي جه نزل قال لنا هذا الكلام وكان معاه ظابط مباحث. انا سمعت ان مفتش المباحث كان احد الذين كانوا يضربون التحيه للرئيس المخلوع حسني مبارك في اثناء محاكمته، وكان معني بتامين. انا معلوماتي ان هو كان بيركب الطياره، هو اللي كان بيصطحب رئيس الجمهوريه السابق، بيصطحبه من المستشفى الدولي الى اكاديميه الشرطه ذهابا وعوده، والله اعلم برضه انا مش يعني ده كان بيصطحبه، دي ما فيهاش دي يقينا، لكن هل هو اللي كانوا بيقولوا عليه في هذا التوقيت انه بيدي التحيه العسكريه للرئيس او للقيادات الله اعلم، لكن طبعا هو اللي كان بيصطحبه رايح جاي في الطياره يعني. طيب هرجع بقى لما انت بلغت بهذا الكلام، الحرس الجمهوري كان متاهب وكان كان مانع اي حد يقوم بتجاوزات ولا كان الوضع؟ التجاوز ما زال يعني بالالفاظ وبالاحتداد وعلى الرصيف، يعني الحرس الجمهوري متواجد جوه، اللي موجودين وسامعين هذه الحديث المجندين بتوع الحرس سواء اللي هو واقف في الدبابه او المدرعه اسف وطالع من فتحة المدرعة او المجموعة اللي هي المجندين اللي هم انت عارف حضرتك دول يعني لا حول لهم ولا قوة يعني دول يعني. لكن القيادات الخاصة بالحرس الجمهوري لم تكن حاضرة على هذا، كانت جوه يعني بتبقى موجودة جوه في المنزل في مكان ما، لكن ما حضرتش وما شافتش اللي حصل، وسلمت المذكرة بالطريقة اللي اتفق معايا، ولاني كنت ساعتها استشعرت الخطورة جدا على الرئيس، والحمد لله ان يوميها ما باتش. فانا ربطت بقى بين المقالة الموضوع اللي نزله الاستاذ احمد عبد العليم والواقعة دي ووقعت. انت حكيت هذا الكلام للاستاذ احمد عبد العليم ولما جيت عشان ترجع شغلك قال لك لا ده انت في حركه من الوزاره من الوزير باحاله للمعاش، حالوك للمعاش احلى للمعاش، هل في علاقه بين هذا بين اللي انا بحكيه ده واحاله المعاش ولا لا؟ انا برضو عايز اضيف حاجه، ان طبعا انا بشكر السيد الرئيس ومؤسسه الرئاسه والمستشار يحيى، سياده المستشار يحيى وسياده المستشار ايمن هدود
وسياده اللواء عماد حسين، لان الاستقبال الدافئ الجميل اللي استقبلوني بيه وعرفوا الموضوع ويكفيني رد سياده اللواء. كتبت مذكره لذلك؟ اه سياده اللواء عماد حسين، انه قال لي انت تحت اي بند انت مظلوم، وان كان استبعد خروجي للمعاش بسبب اللي انا بقوله ده او الاحداث دي استبعدها هو، وقال لي لا ان في استراتيجيه في كلها ظلم في الوزاره. ايوه بس دي حركه واحده انت اللي فيها. ما قال لي ان هم طبعا انا معترض على الكلام ده من زمان، من حتى من ايام ما كنت في الخدمه، ان يعني يجي ضابط بحكم محكمه يرجع تقوم اول واحد تروحوا بيه. فقال لي وان كنت اتمنى وبقول يا رب يا رب يا رب يكون هو ده السبب، يعني لو طلع هذا السبب هي استراتيجيه الوزاره فانا مش هبقى زعلان قوي، لان ده ظلم معايا، مش رايح هقاتل برضه عشان يترفع هذا الظلم عن كل الضباط. لاني برضه من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها مع الاستاذ احمد معليم اداره الفتوى وشؤون الضباط وشؤون القانونيه في الوزاره، الناس دي يعني خلاص مبرمجه على القمع، اي قرار يحمل معنى ضد او مع الضابط فهم ضد على طول الخط. يعني سياسه قمع مش عايزه تتغير. اكمل ولا حضرتك يعني انا لا انا عايز بس اسمع منك الجزء الاخير. انت يعني انا استشعرت بان في خطر مش بس على رئيس الجمهوريه، خطر على الامن بشكل عام ومنزل رئيس الجمهوريه. هل كل ضباط عقيدتهم في هذا الجانب خاص في التعامل مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه بهذه الطريقه؟ اطلاقا اطلاقا ده مش كلهم طبعا. ده انا برضو اخر تعليق ممكن حضرتك تسمح لي ليه، ان ست ضباط اللي هم بيتناوبوا الخدمه معايا كلهم في منتهى الانضباط، كلهم في منتهى الالتزام، لدرجه اني لازم اشير النقطه دي ان المشكله كلها في اداره البحث الجنائي. ان انا توقعت ان لما هتيجي الحركه وهينقلوا بعض الضباط الى البحث الجنائي لابد انه هيختاروا دول، لان الست دول منتقين ومامور الاسم منقيهم، لان دي خدمه في منتهى الامان. ومع ذلك مين اللي نقل الى المباحث؟ اللي نقل الى المباحث هو الضابط اللي فرض على مامور الاسم انه ياخد اجازه دوريه في وقت انا قاعد جنب المامور بيضرب اخماس في اسداس، عدد الخدمات اقل اكتر بكتير من عدد الضباط، ومش عارف يعمل ايه في الضباط، ويجي له تليفون ان الضابط ده ياخد اجازه بالعافيه وياخدها بالعافيه ويمضيها بالعافيه ويحط ايده على راسه، وافاجئ ان الضابط ده هو اللي اتنقل المباحث، وافاجئ ان الضابط ده هو اللي وقف تحت الرصيف، لان الخطا هيترتب عليه خطا والاختلاط، هو اللي وقف على الرصيف تحت نعم. الرئيس وقعد يسب ويشتم ويقول. اشكرك شكرا جزيلا سياده العميد طارق الجوهري، ربنا معاك يعني في هذه، وانا اتضامن معك قلبا وموضوعا. يعني الدعاء اللي بيقولوا اخوانه الداخليه، أنا برضه تعليق صغير ممكن نعم. أقول لحضرتك، إذا كانت 30 سنة ممسوكة في فواصل الدولة بنظام، وجي الإخوان عرفوا في 6 شهور غيروا المفاصل دي، إذا بعد 4 سنين العملية سهلة جدا نسبة وتناسب، 30 سنة غيروها في 6 شهور، ده الدكتور يبقى 4 سنين يعني ممكن يبردعوا. ده ردا على اللي بيقول إخوان. يبردعوا ويحمدنوا البلد زي ما هم عايزين في أقل بقى نسبة في 6 ساعات. شكرا جزيلا العميد طارق الجوهري، أرجو إن يبقى في إعادة ملفات، يقيم من يستحق أن يظل ويخدم هذا الوطن، ومن ولاؤه للآراء الشخصية وغيرها على زي ما بنشوف في وسائل الإعلام، والضابط اللي وقف تحت منزل الرئيس، رئيس الجمهورية هو جزء أيضا من أمن مصر، إذا لم يكن الرئيس في أمان فأعتقد إن احنا لن نبحث عن أمان مرة أخرى. رجاء إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، محاربة الفساد، وفي النهاية الداخلية الشرطة في خدمة الشعب.